ماشي اوتوستراد في كذا باص، مش كلنا بنوصل لنفس التارجت صح ولا غلط؟ هي دي فكره الالجوريزم. فالالجوريزم هي طريقه حل او طريقه معينه للحل، طريقه بيفتكر يعني ايه بيقوم بيها السيستم اللي هيقوم بالتاسك ده عشان يوصل للجول بتاعه. فدي فكره الالجوريزم. فهي حتى لما تيجي تسموا الالجوريزم على كلمه الجوريزم هيديك ديفينيشنز كتير قوي. انا بقول لك ابسطها وي اوف سوليوشن. في ناس ساعات بيسموها بيقول ان ايه سيت اوف ستيبس تو اشيف سيرتن جول. في ناس ساعات يسموه ايه الالجوريزم ده ليه انيشال ستيت وفي الاند ستيت او الفاينل ستيت بتاعه. يعني هو مجموعه من الستيبس بتعملها. وات ايفر بقى احنا انا بس عشان معظمكم شايف ان الكورس ده هو سي بلس بلس. وده الداير ده التارجت الاساسي ان التفكير الاساسي ان الكورس دوت هو كورس برمجه. هو ده مش الواقع او كده خالص. يعني هو السي بلس بلس هي تول وعمليه امبلمنتيشن للالجوريزم نفسه. يعني حضراتكم مثلا لما بتاخده في النتورك مثلا ايه الالجوريزمات اللي انت خدتوها في النتورك؟ حد يقول لي بس كم الالجوريزم خدتوه؟ دايجسترا وبيلمفورد أيوة. كل الكلام ده كله انا فاكر وانا باخد كورس النتورك اصلا دكتور سمير ايماني ربنا يمسيه بالخير كان ادانا فكره الالجوريزم وقال لك روح اعمل لي امبلمنتيشن ليه. يعني شوف الراوتر وهو بيختار الشورتست باس ما بين نود ونود عشان الباكت تمشي من هنا تروح من السورس للديستنيشن. كان بيتبع اي الجوريزمات الشورتست باس صح ولا غلط؟ طب هيعملها ازاي؟ مش في سوفت وير هيقوم بالكلام ده كله صح ولا غلط؟ هل انا يبقى عندي نتورك انفراستراكشر ومن غير سوفت وير يعمل يران الكلام ده كله ولا لا؟ لازم يبقى في ران زي ما انت يبقى عندك كمبيوتر اصلا وما فيش سوفت وير يران مين؟ يتحكم في الهاردوير ده. يعني اي واحد يشتري كمبيوتر دلوقتي لابتوب مثلا او موبايل من غير السوفت وير عليه ليه لازمه؟ زيه زي الطوبة يعني زي لعب الاطفال ملوش اي قيمه. يبقى انا محتاج ان انا اعمل الجوريزم عشان يحل مشكله معينه صح؟ واعمل سوفت وير امبلمنت الفكره دي نفسها. فيوم ما انا مش عايزك تربط كلمه الجوريزم بالسي بلس بلس ده مالوش دعوه خالص بيه. يبقى انت بتحمل الفكره وبعد كده تعمل لها امبلمنتيشن باي تول. يعني ايه باي تول؟ هو انا عايز اعرف هو سي بلس بلس ده قانون يعني؟ لا ده اي لغه برمجه. اللي منكم يعرف ماتلاب يعمل الالجوريزم بالماتلاب. اللي منكم يعرف سي بلس بلس يعرف، اللي منكم يعرف جافا يكتب، اللي يعرف سي شارب يبقى هي تول صح ولا غلط؟ طب ايه هو الداتا بقى؟ اي الالجوريزم اكيد بيعمل بروسيسنج على داتا بروسيسنج يعني بياخد الداتا اللي بتدخلوها ناخد مثال بتاع الشورتست باس. في الشورتست باس نفسه ايه الداتا اللي بتخش في البروجرام نفسه؟ ايه الداتا؟ عدد النود وال على النودز والويتس اللي على ايه؟ ما بين كل نود ونود صح ولا غلط؟ طب بتدخلوها بتخش الداتا بتتخزن في شكل ايه؟ بتدخلوها للبرنامج ازاي؟ او هتخزنوها ازاي؟ طريقه الاستورج اللي انتوا مش انت محتاج تخزن الداتا؟ طب انا عشان اخزنها مش مجرد تخزينها، انا عمليه الاكسس بتاع الداتا كمان. يعني اكسسها ازاي؟ يعني يوم مثلا عايز ادور على الويت بتاع ما بين فيرتكس A وB اجيبه ازاي؟ يبقى في طريقه استورج صح ولا غلط؟ فانواع الداتا ستراكشر انتوا خدتوا في الكورس السي زمان حاجات ستاندرد هو الجزء بتاع الديستراكشر. خدتوا حاجه اسمها الاري لو انتوا فاكرين صح؟ الاري والماتريسيز
الشرح يعني ده الشرح لسه هنتكلم على كل جزء لوحده واللينك ليست. في حاجات تانية زي حاجه اسمها الباينري سيرش تريز، وفي حاجه اخيره اسمها الهاش تيبلز. كل ده طريقه لعمليه ايه؟ ان انا ازاي استور الداتا نفسها. هستور الداتا ازاي؟ فنفترض مثلا فلو انتوا فاكرين في الاريز اصلا فاكرين تقول الاري عباره عن ايه؟ انتجر. لو عارف اري بص انتجر اكس اوف 4 دي معناها ايه؟ طيب بتاع الاري احجز اري في الميموري فيها اربع اماكن صح؟ كنت عشان اميز كلهم اسمهم اكس، ده اسمه اكس 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 اكس، وعشان اميز منهم ده اكس اوف 0 اكس اوف 1 دي اري صح؟ دي 1 دايمنشنال اري، 1 دايمنشنال يعني ليها واحد واحد بس. اليوم انا عايز اخزن داتا اخزنها فين؟ في المكان ده اقول اكس في 1 يساوي كذا، لو عايز اقرا داتا اقول اكس في 1 تكتب اكس في 1 كذا. طب لو ماتريكس دي 1 دايمنشنال، لو انا عرفت مثلا كنت انتجر اكس اوف 4 و3 ده معناه ايه؟ ان انا محتاج كام واحده من دول؟ لا كده لا محتاج تخدم دول. انا عندي اكس محتاج اكس اوف 4 اربع اماكن هتتكرر ثلاث مرات كلهم 0 1 2 3 ثلاثه روز اربع روز وثلاثه كور. طيب انا عشان وصفت كده عشان اتعلم اي مكان نفترض دي نتورك ماشي عايز اشوف الكود او الويت اللي على الايدج ما بين 2 و 1 اللي هو عباره عن المكان ده. فالمكان ده بيقول عليه اكس اوف النود رقم 2 مثلا والنود رقم 1 يساوي مثلا 10 يبقى ساعتها خدنا 10. فاهمين قصدي ازاي؟ فدي مسميه كده مش انا بدع وانا دي حضرناها في 0 1 ما هو اي الترتيب 4 روز ثلاثة كور يعني دي النمبر اوف روز ودي كور. فالترتيب أربعة في السي بلس بلس على طول أو في أي لغة في معظم الوقت تبدأ الترتيب من صفر يعني من صفر لثلاثة ومن صفر لواحد. احنا هنتكلم عن المواضيع دي كلها بس بديك باختصار شكل الأري إيه وشكل ماتريكس إيه. يعني حتى لو الماتريكس دي بنقول عليها تو دايمنشن أري او يسموها الماتريكس ماشي. طيب دي شكل الاريه والماتريكس. طب الاستاك والكيو بقى ايه هو الاستاك اصلا؟ ها يعني ايه استاك اصلا؟ مكان بيتخزن فيه وبعد كده استاك. الاستاك هي طريق مش تعرفوش عن الاستاك؟ استاك لا استاك بوينتر ده بتاع بيعمل ايه؟ بيشاور على التوب بتاع الستاك. انا بسالك يعني ايه ستاك اصلا؟ مش بتكلم على الستاك بوينتر، الستاك بوينتر ده بوينتر بيشاور على اخر توب. طريقه ان انا اخزن بيها الداتا بس يوم ما بخزن ده بحطه في بعض صح؟ ويوم ما بخرج الداتا بخرج الداتا ازاي؟ اللي هي كانت شغاله في كونسبت لاست ان فيرست اوت يعني ابتدى على طول لما اجي الداتا اخزنها بحط الداتا ممكن تبقى بنفس شكل الاري بس ما اقدرش اكسس ده في اي وقت. يعني الميزه في الاري ان انا في اي وقت يوم ما ابقى عايز اقرا داتا واكتب فيها بروح على المكان على طول. يعني انا عايز اخزن في واحد ده رقم اقول اكس اوف 1 يساوي 10 وعايز مثلا اغير الرقم ده كمان شويه اقول اكس اوف 1 يساوي 5. فاهم قصدي ازاي؟ يعني كل مره اقدر اريد او رايد في اي وقت يسموه حتى يسموه راندوم اكسس. يعني اقدر اتعامل مع الاري والماتريكس اغير في القيم او وقت بقرا فيه في اي وقت. لكن في الاري في الستاك بقى لازم لو انا بس عندي هنا 4 5 6 9 10 في اري بتتخزن. اول رقم كان متخزن مين؟ 4 وبعد كده 5 وبعد كده 6 وبعد كده 9 وبعد كده 10.
لو انا عايز اغير في الستة دي اعمل ايه؟ اشيل العشرة واشيل التسعة واغير واروح المكان ده اغير فيه. فاهم قصدي ازاي؟ فكان شغال بمبدا ايه؟ بيسموه ايه؟ اللي هي لاست ان فيرست اوت. صح؟ ماشي؟ ليه؟ طيب احنا هندرس برضو الايه؟ الستاك في الكورس ده ان شاء الله. لو انتوا فاكرين كان في فانكشنز مشهورين قوي عشان ادخل داتا بوش وبول، عشان بس تبقى تفتكر بوش والبول. يعني لو انا عايز اخزن داتا بستعمل اما بوش واستعمل ايه؟ بول. الكيو بقى، الكيو هو ايه؟ مش انتوا لما بتيجي مش خدتوا نتورك اصلا؟ كان كل نود بيحطوا كيو عند النود ده؟ يعني انتوا شغالين، لو انتوا شغالين داتا جرام، فاكرين داتا جرام؟ في الباك سويتشنج اصلا. اه الداتا جرام كان شغال ازاي؟ مش خدتوا انواع السيركت سويتشنج والباك سويتشنج الداتا جرام والفيرتشوال سيركت صح؟ طيب في الداتا جرام كان في ايه؟ عند كل نوب بيحط كيو ليه؟ كانت ايوه بيحط بيحط تعريف بس للباكت بيتبع طريق معين. ايوه طب ماشي. طب في الفيرتشوال سيركت مش انتوا بتصروا على انه الباكت يمشي في نفس المسار؟ طب افرض مش انتوا ما بين نود ونود ما بين كل نود ونود بيبقى فيه بيبقى فيه شانل بتقسموها يعني كل يعني احنا ما خدناش بالمنفوذ بس ده احنا خدنا نوع واحد بس. طب
تفتكري ايه، انا عايز تفتكري ايه المميزات وايه العيوب على حسب ايه الطريقه اللي بيحدد الترافيك اللي هو شرطه باص، يعني ممكن تكون ده بياخد خطوات اكتر من ده او حاجه. ايوه هي بتقول خطوات، هي انا همسك في الكلمه بتاعه الخطوات، ده بياخد خطوات اكتر من ده. طب انتوا في ساعات واحد لواحد هو بيذاكر كده، في واحد يوم ما يقرا الحاجه يقراها بسرعه قوي صح، ويفهمها بسرعه قوي ويوصل الجول بتاعه بسرعه، في واحد تاني ودنا اتنين يا جوه صح، يقعد يلف حوالين نفسه اصلا دايما زي الماس، يقعد يثبت ويروح ويجي عشان يثبت حاجات. اللي يفرق الالجوريثم على الالجوريثم ان عدد الخطوات اللي بيوصل اللي عشان يوصل بيها للجول بياخدها في قد ايه، او الوقت اللي احنا بالنسبه لنا انا لو انا قاعد في انا يهمني ككاستمر وانا بستعمل نتورك اصلا ان انا يكون التعامل مع التعامل مع الشبكه افيشنت، انا يهمني لما اجي اعمل براوز او كونكت بالانترنت اكونكت في ساعتها صح ولا لا، يهمني الكواليتي اوف سيرفيس بتاعتي عاليه وفي نفس الوقت الاكسس تايم بتاعي يبقى ايه، يبقى عالي يبقى صغير. فيهمني في الالجوريثم نفسه ان انا اوصل ان انا اجيت اخد الريزلت بتاعي في اقرب وقت او اسرع وقت، ان يكون سريع. طب ايه اللي يحكم السرعه؟ زي بنتك ما بتقول ستيبس، ممكن واحد ياخد الستيبس يعني يعمل خطوات كتيره جدا 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 عشان ياخد الجول، وبالتالي بيحصل ايه اللي هيحصل؟ ان هياخد وقت. فطبيعي نفترض الطريقه اللي يختار بيها السويتش او النوت دي مين الباك اللي عليها الجول؟ مين اللي يقول؟ يعني الالجوريثم او السوفت وير اللي نازل مع السويتش ده اللي هيختار بيها اللي هيجيب بيها الداتا. لو السوفت وير ده او الالجوريثم او الامبلمنتيشن بتاع الالجوريثم ده كان امبلمنتيشن سيء فالالجوريثم هيبقى مين؟ بطيء. يبقى السرعه هتبقى بطيء، يبقى طبيعي الفلو بتاع الباكتس في الشبكه هيبقى بطيء. طبيعي ان انا اجي اخد الداتا بتاعتي، تخيل ان انا مثلا بتفرج على اليوتيوب، في اليوتيوب في العاده انت يهمك ان ايه؟ تتفرج على الفريمز اللي تجيلك وانت بتتجمع وبعد كده بتترتب وبعد كده تشوفهم فريم ورا فريم صح ولا غلط؟ لو الباكتس لو 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 في ديلي ما بين باكت وباكت، يعني هيجي لك انت وانت بتتفرج على الانترنت لو جالك فايل يوتيوب بطيء بتشوف لك منه كام فريم وبعد كده تقفله صح؟ يعني مين فينا يقعد يستنى انه ايه؟ انه لغايه ما يحمل ممكن ما بينزلش خالص صح ولا غلط؟ فيهمني الكواليتي سيرفس عاليه، يهمني السرعه. ففي ميجرمنت احنا محتاجين نقيس في الجزء بتاع الالجوريزم حاجه اسمها يعني ايه الالجوريثم ده حلو ولا وحش؟ بنسميه ايه؟ اول يعني الالجوريثم حول ده مش معناه ان هو كل الالجوريثمات بتوصل للسوليوشن كلهم، يعني اللي منا بيروح من هنا لميدان التحرير، اللي بياخد المترو بيروح، واللي بيمشي الاقتراض بيروح، واللي بيروح ماشي بيروح، واللي بيركب عجله بيروح، وكله بيروح صح ولا غلط؟ اللي يفرق واحد عن التاني؟ في واحد بيوصل بسرعه جدا وفي واحد بياخد له ايام، واحد بيروح على جمل، واحد المهم كل واحد بياخد الطريقه اللي هو المثلى بالنسبه له. إيه احنا بالنسبه لنا التايم بنقيس الكومبلكس. نقيس الكومبلكس ازاي؟ نشوف زي ما انت بتقول ايه عدد الستبس دي حاجه. طب ما واحد يقول لك طب ما انا ممكن اجيب جهاز كمبيوتر سريع جدا ويران ويران ايه يران ايران إيه؟ يعني لو انا عملت الجوريثم بطيء اشتري كمبيوتر سيرفر عالي يران بكفاءه عاليه. لقوا ان المشكله المفروض لما اجي اقارن ما بين تو الجوريثمز المفروض ان اخد نفس مين؟ نفس الكاركترستيك. يعني حتى لو جبت جهاز سريع مازال الالجوريثم اللي هو بسيط وسريع وبياخد فيو ستيبس بيتنفذ اسرع من التاني صح ولا غلط؟ وفي مشكله كبيره بتقابلنا ان في بعض الاوقات ان الالجوريثم مشاكله ما بتبانش على الداتا المين الصغيره. يعني لو انا فكرت ان مثلا ايه ان الداتا عايز احسب الكومبلكستي سريعا كيو ان دي كومبلكستي
تايم يعني ايه؟ يعني انا عايز احسب هياخد وقت قد ايه. طب سبيس يعني ايه؟ هياخد في الميموري قد ايه؟ مش انا عشان اراني الالجوريزم انا محتاج داتا صح؟ هخزن الداتا في ايه؟ يا اما هستعمل اري وماتريكس، يا اما هستعمل ستاك، يا اما هستعمل كيو، يا اما هستعمل لينكد ليست، يا باينري سيرش تري، يا اما هشتيو. طيب طريقه الستورج محتاج، هل الالجوريزم ده بيتخزن فين؟ بيتخزن في الميموري. بياخد قد ايه في الميموري؟ فاكرين زمان مين اول واحد؟ زمان ما كان يبقى عندك اي واحد عنده، كلنا عن اللي عنده كمبيوتر اصلا، فاكر الرامات بتاعتك قد ايه؟ اول رامات استعملتوها كانت كام؟ ها؟ 64 ايه؟ ده انت قديم بقى. 512 ده انت جديده خالص والله. انا اول ميموري استعملت عليها 8 جيجا بايت. اول رامات استعملت عليها كانت 8 جيجا بايت. كنت عشان يفتح الويب، كان يوم كان ساعتها ويندوز 3.11 اللي هو 3.11 ده. ده كان هو البيست فيت لل نزل ويندوز 95. كان يعني ال 8 ميجا كان بيشغلوه. اما نزل ويندوز 98 اللي هي 98 لو انتوا فاكرين، ما اعرفش انت حضرتوه ولا لا. ويندوز 98 ده كنت عشان اشغله كان بيقعد له كده يعني ربع ساعة كده على ما بيقوم، وحتى ما بيجي اشتغل ما كان الرامات مش مكفية صح ولا لا؟ لأن البرو يعني كنت عشان اران بروجرام أصلا الرامات مش مكفية. ما هو طبيعي إن أنا عشان اران بروجرام لازم البروجرام بيتعمل له لودينج، ياخد البروجرام ينزل من الهارد ديسك أو من السي دي ويعمل له لودينج في الرام، وبعد كده البروسيسور ينفذ الأوامر الموجودة في الرام. فالرام مش مكفية صح ولا لا؟ فكان بيعمل إيه؟ كان يروح رايح، ماشي، يروح رايح واخد حتة من الهارد ديسك وبيعتبرها إيه؟ رامات، اللي بيسموها فيرتشوال ميموري، مش فيرتشوال ميموري. فيعتبرها رامات. طالما هتعامل مع الهارد ديسك يبقى هبقى بطيء. ليه هبقى بطيء؟ البروسيسور هو الكترونيك ديفايس، والهارد ديسك هو ايه؟ في الواقع هو ميكانيكال ديفايس، واي حاجه ميكانيكال بطيئه. لان حد عارف الهارد ديسك من جوه عباره عن ايه؟ ابره، استيبر موتور صغير ومعاه اسطوانات وفي ابره بتلف بتسيرش على الداتا بيه. اي حركه الموتور هو بيسيرش على الداتا في انهي تراك وانهي سيكتور. اي حاجه ميكانيكال فهتبقى سلو صح؟ بطيء طبيعي. فعشان كده احنا بنجيب الرامات حاجه اصلا مش 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 ميكانيكال، يعني الكترونيك بس وحتى رخيصه شويه. فعشان كده نعمل لودنج من الهارد ديسك او من السي دي او من الفلاش نحطها في مين؟ في الرام. يبقى البروسيسور سهل يتعامل مع مين؟ مع الرام اصلا، لان هو الاكسس تايم بتاع الرام اقل من الاكسس تايم بتاع مين؟ بتاع الهارد ديسك. طيب يبقى السبيس عندي يفرق. لو انا جبت الجوريزم بيحتاج سبيس عاليه اصلا يبقى ساعتها ممكن الرامات ما تكفيش والالجوريزم يبقى بطيء برضه صح ولا لا؟ فاختيارك لنوع الداتا ستراكشر، اختيار انهي نوع داتا ستراكشر يناسب الالجوريزم، لان مش شرط يعني مش شرط ان الاري تبقى افضل داتا ستراكشر لكل الالجوريزمات. في الجوريزمز اوريدي باي ديفولت هي الكيو احسن لها، فتحقق لك كومبلكسي اعلى، كومبلكسي اقل. انا يهمني الكومبلكسي يبقى ايه؟ يبقى اقل. طب ايه هي البروبلم سايز؟ لو انا عايز ادور، لو انا عايز اعمل شورت، احسب الشورتست باس ما بين نود ونود، اسال نفسي انا عندي كام نود؟ تفرق ولا لا؟ لو انا عندي 3 نود واحسب الشورتست ما بين 3 نود، الالجوريزم يوم ما ترن هياخد وقتك وقت؟ طب خليتهم 4، طب خليتهم 10، لو خليتهم 1000، لو خليتهم 100، يومين. يوم ما احسب الكومبلكسي على يوم ما احسب الكومبلكسي بتاعي يهمني ان ال تقول لي تبقى كبيره شغال نهائي. يعني طبعا مستحيل شغال نهائي. يهمني ان ال تبقى كبيره على البروجرام سايز تبقى كبيره. اللي منكم عنده عربيه او اللي بيشتري عربيه وعايز اعرف عربيتي كويسه ولا لا، ما بتعمل فيها ايه؟ هل تروح تسال اللي جنبك تقول له انت العربيه بتاعتك اصلا ايه رايك فيها ولا بتعمل ايه؟ اجرب تاخدها ايه؟ اخدها مشوار طويل صح ولا لا؟ ممكن يبقى واحد حد يقول لك اكتشف العربيه في المسار من مشوار طويل، يعني سفرها وانت هتعرف مشاكلها.
اوكي. لكن لو مثلا بتروح من هنا مشوار لغايه المترو مش هتبقى مش هيبان لك حاجه صح ولا غلط، على ما يبان يكون هي اختفت الحاجه صح صح ولا غلط. فعشان كده بنميز الان تقول لما لا نهايه، لان ممكن يبقى الالجوريثم زي ما قلت لك ايه بالمنفورد مثلا ولا ديكسترا، تروح انت واخد الداتا، الداتا عندك تبقى لو انا عايز احسب الشورت سباس في 3 نود مفيش، ما بنكملش كام في اقل من كام ثانيه ويخلص 4000. لو انت كل ما تزود عدد النودز كل ما الالجوريثم ياخد وقت اطول. طب اما اجي اقارن اثنين مع بعض، في واحد مشاكله بتظهر قوي مع الداتا، مع الداتا الكبيره يبتدي يظهر الفروق بقى، فاهم قصدي ازاي؟ يعني انت لو احنا ماشيين في شارع والشارع ده فيه طوب وزلط واسمنت وجايب عربيه سيت وعربيه 4 باي 4 بلاش، يعني هتلاقي الاثنين سرعتهم ماشي، يعني اصل 4 باي 4 حتى لو مشيت هيدغدغ العربيه صح؟ لكن لو مش لو جينا بقى في طريق سريع، طريق مثلا اسكندريه الصحراوي مثلا، والطريق حلو ونضيف ومفيش مشكله خالص، وقولنا دول نعمل سباق ما بين العربيتين، مين هيوصل الاول؟ اكيد 4 باي 4 صح ولا ماشي؟ طيب خلاص، يبقى الجزء الكومبلكس ده شابتر لوحده، بس ده انا مش هتكلم عليه الا بعد ما اشرح ده ايه كام نوع من انواع الالجوريزمات. طيب بعيد عن ده كله، هل في حد دلوقتي هل في سي بلس بلس فيها؟ هل احنا اتكلمنا عن ما اتكلمناش عنها خالص، هي القصه كلها ايه موضوع سي بلس بلس ده؟ هي عمليه امبلمنتيشن للالجوريزمات، الالجوريزمات عمليه امبلمنتيشن يعني تول، يعني سي بلس بلس ده من الاخر هي تول من تولز، يعني مش لازم تكون هي التارجت، هي مش التارجت بتاعها. دي قصه ثانيه في الكورس ده. اشمعنى سي بلس بلس؟ عشان حاجه واحده بس، عشان انتوا خدتوها في سنه اولى، يعني عشان انت اوريدي، عشان ما اعملكش يعني ما تاخدش كورسين في كورس، ما يبقاش الهدف ان انت الامبلمنتيشن. عشان كده الكورس ده موصوم بسي بلس بلس، يعني ما تيجي تتكلم يقول لك ده 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 برمجه، ده كورس برمجه. فعشان كده عشان ما نعملش هيدك عليك في ان انت تتعلم الالجوريزمز فكره وازاي تحسب الكومبلكس بتاعتها وانواع الداتا ستراكشر بانواعها والاكسس تايم بتاعها ومين اسرع ومين ابطا والكومبلكس بتاع كل واحد فيهم، فقلنا ناخد حاجه يبقى الاوفر هيد عليك قليله، يعني انت اوريدي خدته قبل كده اصلا فاوريدي عارف يعني ايه سي بلس بلس وشكل البروجرامز والكونديشنز واللوز والاريز والماتريسيز وبتكتب ازاي والاستراكشر نستوها يعني. ماشي. في سبب تاني ليه سي بلس بلس؟ ابسطها عشان السرعه صح؟ ابسطها السرعه،
السرعه يعني يعني السي بلس بلس اسرع من الجافا بكتير صح؟ عارفين ليه؟ اكيد انها لو اكتر منها يعني مش الجافا هاي اكتر من السي حاجه ايه؟ حجمات المويه يس انا ما خدتش جافا هي مش انت مشغله في مشروع جافا؟ لا ما انا على جلسه انا بطرح بس ليه سي بلس بلس اسرع من مين اسهل لغه انتوا اشتغلتوا عليها؟ الماتلاب اسهل لا استنى بيزك الماتلاب اصلا هو هاي ليفل لانجوج واصلا بيزد على السي بيزد يعني عليه اصلا يعني عشان بس تبقى عارفه وهو مش لغه عشان بس تبقى عارف لا انا بس كاتبه على انه لو انت اي تول انا بس دي تول ماشي ال 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 الاي سي بلس بلس احنا ما جونا ما جونا صنفنا اللغات صنفوها لو ليفل لانجوج هاي ليفل وفي لغه اللي هي ان بتوين الميدل اللي في النص دي اللو ليفل زي مين؟ السمبل انا بس هوضح لك انت كراجل انت بروجرامر ماشي وانت انت عايز تخلي مين؟ تخلي الكمبيوتر يكسبيوت اي شخص نفسه هو البروجرام عباره عن ايه؟ اي بروجرام عباره عن ايه؟ انستراكشن مجموعه من الانستراكشنز انت طبيعي انت بتكتب مجموعه من الانستراكشنز ده البروجرام ده ماشي؟ انت بتكتب البروجرام ده ليه؟ عشان البروسيسور او السي بي يو ينفذ الاوامر دي صح ولا غلط؟ هو شغلانه المين فانكشن بتاع السي بي يو ايه؟ execute the user instructions ده الفانكشنز الاساسيه بتاعت السي بي يو يبقى هو هدفه ايه؟ execute the user instructions طيب لو انا عايز انفذ الاوامر اللي هنا والسي بي يو ينفذ الاوامر اللي هناك هينفذها ازاي؟ انت هنا لما تيجي تكتب اوامر تكتبها ازاي؟ ايه الاوامر اللي انت بتكتبها؟ تعالى لو احنا نعمل اوبريشن بسيط اول امر مثلا يجمع 3 بلس 4 هل البروسيسور يفهم 3 زائد 4 ولا بيفهم مين؟ ماشين كود بتاعها يعني بيفهم مثلا 3 مثلا اختار 1 البلس مثلا 1 0 0 يفهم مين؟ يفهم الماشين كود بتاعه يعني انا بس عايز اقول لك في الاخر البروسيسور في الاخر خالص بينفذ بيجيله بروجرام اصلا مكتوب بايلي ايا كان اي كلام مكتوب بايلي لغه مشتركه بيني لو في لو انت بتتكلم لغتين مختلفين هيبقى في بطل في بوك فعشان كده كانوا بيحطوا كوبايلي انه ياخد الكلام اللي انت بتكتبه يترجمه للماشين لانجوج نفسها طب السؤال ده بقى قرب الكومبايلر ده لو هو قرب من الماشين يعني اي وقت لو انا جبت مثلا واحد مترجم بيني وبينه واحد كومبايلر بيني وبينه بس الكومبايلر ده لغته النيتف الاصليه هي قريبه من لغته صح ولا غلط؟ فهتبقى صعبه عليا معاه ولا هتبقى سهله معاك انت ولا هتبقى صعبه عليك انت؟ صعبه عليا انا وسهله عليك انت صح ولا غلط؟ يبقى سهل في الاكسكيوشن صح؟ طب الكومبايلر ده كان قريب النيتف لانجوج بتاعته قريبه مني يبقى يحصل العكس فعشان كده الكومبايلر لو النيتف لانجوج بتاعته قريبه من الماشين هتبقى اللغه ايه؟ صعبه بس ايه؟ اسرع اسرع هيبقى صعبه بس اسرع لكن لو العكس ها لو قربت الماشين هتبقى اسهل بس اقصر بس اقصر فعشان كده هي دي الفروق ما بين اللغات دي كلها اسهل لغه اسهل لغه يعني انا اتعاملت معاها كانت لغه البيزك لو انت سمعت عنها عارفين فيجوال بيزك والبيزك دي اي واحد جبت كيد صغير كده يقدر يتعلم البيزك اصلا مش بيزك سهل جدا ماشي ليه؟ لان الكومبايلر وجوده قريب من لغه مين؟ الهيومن فسهل يتعلم عليه لكن في الاكسكيوشن تايم ابطا مع مين؟ ابطا مع مين؟ مع ابطا بعيد عن لغه الماشين السي بلس بلس
هي لغه اللغات اللي هي لغه وسط، ولا هي سهله ولا هي قريبه من هيومن ولا هي بعيده، بس بتديك اكسكيوشن ايه اعلى. فعشان كده اللي يعني قال اسهل السبيد ريت بتاعها. طب مين اسرع، السي بلس بلس ولا الاسمبلي لانجوج؟ الاسمبلي. شفتوا خدتوا مايكرو بروسيسور؟ اه. خدتوا مايكرو كنترولر، تكتبوا اسمبلي ولا تكتبوا مايكرو سي؟ الاثنين اسمبلي. وانتوا هنا في مشروع التخرج تكتبوا اسمبلي برضه؟ لا. تكتبوا ايه؟ كده بنضحك. مايكرو بيزك صح؟ او مايكرو بيزك صح؟ مايكرو سي مايكرو سي. في الاثنين. ها؟ في سي. اه ماشي اوكي. لا انا بتكلم ايه، في ناس بتكتب اسمبلي. الاسمبلي دي من اللغات اللي هي لو ليفل لانجوج. فالاسمبلي لغه اسرع من السي بي كتير جدا. فاحنا اسهل لغه يقدر الهيومن يتعامل معاها واسرع، يعني اسرع لغه معقوله، يعني اسرع من بقيه اللغات. السي شارب بطيئه، الجافا ابطا واحده فيهم. بقى ليه بقى؟ عشان محتاجه حاجه اسمها فيرتشوال ماشين. محتاجه حاجه اسمها فيرتشوال ماشين. يعني ايه فيرتشوال ماشين؟ يعني هو اصلا ما بيعملكش اكسكيوتبل فايل. يعني لما تيجي تعمل كومبايل اي ملف جافا ما بيطلعش حاجه اسمها اكس اي. ليه ما بيطلعش ملف اكس اي؟ لانه طبيعي اصلا لو انا عملته ملف اكس اي يبقى هو ماشين ديبندنت. يعني ايه ماشين ديبندنت؟ طبيعي كلنا مش حاسين بمشكله لان احنا كلنا عندنا نفس شغالين بالاي ام اركتكشر صح؟ يعني شغالين كلنا اي بي ام، كل الاجهزه كلها اي بي ام كومباتبل صح ولا غلط؟ فلو انا عندي جهاز ابل ما كتبتوش ينفع البرنامج السي اللي احنا كاتبينه ده ينفع رنه على 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 ابل؟ ما ينفعش صح ولا غلط؟ يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ الجافا ميزتها ان انت اكتب برنامج باي طريقه ويتنفذ على ايه؟ على اي ماشين. ليه؟ لان طبيعي ان الجافا ما بتطلعش نفس اكس اي فايل اللي هو الباينري فايل، لان الباينري فايل دوت بيعتمد طريقه كتابه الباينري بتعتمد على نوع البروسيسور ونوع الهاردوير اللي بنفذ بيه صح ولا غلط؟ فلو انا طلعت اكس اي مش هقدر الملف ده، لو انا خدت كوبي وعملته رن عند زميلك في البيت وهو عنده اي بي ام هيشتغل. انت عندك اي بي ام هيشتغل، اللي عنده ابل مش هيشتغل صح ولا غلط؟ فبجيب ايه في السكه؟ حاجه. فالابل ما فالجافا ما بتطلعش اكس اي، بتطلع حاجه اسمها بايت كود. ملف مش اكس اي، زي حاجه زي ايه؟ عمل له ريكومبايل لجزء منه. طب يوم ما بقى عايز اشغله بقى لازم يبقى على الجهاز بتاعك حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين. عشان كده وانت بتيجي تران بروجرام يقول لك ايه؟ انا محتاج جافا فيه. فبينزل فيرتشوال ماشين. ليه بينزل فيرتشوال ماشين؟ لان انا عشان يشتغل على الجهاز بتاعي فلازم يبقى فيه كومبايلر يمشي على مين؟ على الجهاز بتاعي. بحيث يبقى انا كسورس بكتب برنامج، اللي عنده ابل هيبقى عنده جافا فيرتشوال ماشين بتاعه، هياخد البرنامج بتاعي ده البايت كود بتاعي ده يترجمه الاكس بتاعه. فالعمليه دي بتاخد وقت. طبعا الفيندورز اللي عملوا جافا طبعا كل شويه كان بيطلع فيرجن مختلفه، لانه كان زمان كان بطيء جدا، فبيحاولوا يعملوا اوبتمايزيشن على قد ما يقدر عشان ياخد الاكسكيوشن تايم ايه. فطبعا يبقى قصاد كده ده تريد اوف. الجافا هي ابطا لكن بورتابل يعني ايه؟ يعني تقدر ببساطه يتنقل على اي ايه ويشتغل في اماكن كتيره جدا، يعني موبايل الماشينز بانواعها باني اركتكشر فينفع يشتغل. بس الهدف ان انت تنزل جافا فيرتشوال ماشين على الجهاز اللي انت هتشتغل عليه. بس طبعا عشان كده احنا مينلي بنفوكس على سي بلس بلس على اساس انت على الاقل سمعت عنها قبل كده ودرستها قبل كده. وايه والاما الباقيين لو انت تعرفها اكتب سي شارب او جافا او باسكال او ايه او ايه. في مشكله؟ طب احنا عرفنا بس على الاقل الكورس ماشي ازاي. الجزء ده الاستراكشر وده الجزء اللي هيفوكس عليه الاستراكشر دي الجزء الجزء اللي هيفوكس عليه. بس هضطر كده كده غصب عني احتاج ايه؟ مني انا هفوكس على الاري والتسليس لسبب لان انت اوريدي ده حاجه اوريدي انت عارفها. الستاك والفيو والهيلو والرينج ليست والباينري سيرش دي حاجات جديده. فدي اوريدي انا عشان ما استناهوش فانا هشتغل على ايه؟ على الاري والتسليس الاصغر. هو المره اللي فاتت رجع وقال لك كان بيعمل لكم ريفيو على
السي بلس بلس. انا بس هكمل ما هو واقف، هو كان واقف على الكونديشنز، بس انت طبعا تجتهد يعني. انا هقول لك بس السنتكس بتاعتها وانت تبقى ايه ترفيو، يا ريت الاسبوع الايه الاسبوع ده او الاسبوع الجاي تبقى فاهم. جزء كده وجزء كده، لان في برامج بتبقى يعني في الستاك ممكن تعملها بالاوبجكت اورينتد
اسمها الفانكشنز، وفي حاجه اسمها معلش تعالوا البوينترز، وفي الفايلز، وفي الاستراكشر، وبعد الاستراكشر في حاجه اسمها الكلاس اللي هي عمل الداتا. فاهم قصدي ازاي؟ يعني كل انت خدت الداتا تايبس الواحد طبعا انتوا عارفين الانتجر والفلوت والدبل والكاركتر والايه والحاجات اللي انتوا خدتوها قبل كده. ماشي؟ طبعا احنا مش هناخد مش هنعدي على كل ده، انا كان الفوكس بتاعي اللي هيحيني في الفوكس بتاعي ده اللي هو الهدية والتزييد. واللوبس على اساس انت كده اي بروجرام محتاج لوبس مع الوقت بقى كده كده كل شويه يمكن يعني هنتطرق للستراكشر والكلاس والفانكشن برضه. البوينتر الناس كلها بتتضايق منه ممكن تبقى مخنوقه منه. طب انتوا وقفتوا المره اللي فاتت لغايه مين؟ يزود الايه؟ الاكس، يروح عامل 4 ويزود الاكس يبقى اكس
بتساوي الاكس زائد 1 صح؟ بقت الاكس ساعتها بكام؟ ب 2 ويرجع يسال كمان مره يرجع يسال كمان مره هل الاكس لسه ب 10 ولا لا؟ لو اقل من 10 ولا لا؟ لو اقل من 10 يرجع يكمل ويزود بقت 3 ويعيد يبقى الانيشال كونديشن دي بتتنفذ مين؟ مره واحده بس خلاص؟ بس دي فكره مين؟ فكره ايه؟ طبعا من الاخطاء الشائعه ان انت تحط بعد الفور تحط سيمي كولون دي بنسميها لوجيك ايرور يعني ايه؟ لو حطيت سيمي كولون هنا دي معناها ايه؟ ان انت الامر الفور ده ملوش دعوه خالص بالمكتوب تحتيه ملوش دعوه خالص اصل انت كده احنا بنسميها ان انت قفلت الفور قفلتها يعني ايه قفلتها؟ خلاص ما بقاش ليها الفور دي ما بتيجي انت عايز تكررها 10 مرات انت كده مالكش دعوه ايه؟ مالكش دعوه بيها خالص طيب مالهاش قيمه خالص اللي تحت ده مالوش دعوه بالفور خالص اوكي؟ ده بالنسبه لمين؟ للفور على فكره في ناس ساعات لما بتيجي تكتب اكس بيساوي اكس بلس 1 ساعات بيكتبوها ايه؟ اكس بلس بلس او ساعات بيسموها بلس بلس اكس هي هي او ساعات بيسموها اكس بلس ايكوال 1 كل ده ليه نفس المعنى ماشي طبعا انت الستيب دي انت ممكن تلعب فيها براحتك خالص يعني ممكن تخلي بدل اكس تساوي اكس 1 تقول اكس تساوي اكس 2 يبقى يمشي كل مين؟ كل 2 وهكذا اسالك سؤال بقى لو انا عملت كده الجول هيكرر كم مره ورجعت واحد كنتش مش هتحقق كم مره ولا مره ليه ولا مره؟ الجول مش شرط يتحقق فساعتها يرجع بره ويكمل الكلام اللي تحت يعني عادي حكايتك بتعدي من المعامل الاول طب لو عملت كده فاكر لما تيجي ارقام نيجاتيف وتيجي تروح قلبه بوزيتيف ساعتها يخرج مش هو يعني ايديال كيس ان هو انفاينايت لوب لكن هي اصلا مش انفاينايت هيحصل اوفر فلو يعني هيحصل انتوا فاكرين الارقام في اللوجيك لما كنتوا خدتوا نمبرنج سيستم في جزء منها بوزيتيف وجزء منها نيجاتيف لما يخلص الجزء النيجاتيف هيروح قالب يبوزيتيف تاني وساعتها هيخرج دي طيب لو انا كتبت Yeah.
خليه هنج معايا او استك كده ان البروجرام يستك او يقف على النجاح. يعني ما تقدرش تعمل ما يعملش ريسبونس. يعني ما يعملش ريسبونس يعني انت ما تقدرش تقفل البروجرام. انت لما تيجي تفتح اي بروجرام او اي جيم فعايز تقفلها تقول له اكزت صح ولا لا، هنا انت عمرك ما هتوصل لنهايه البرنامج لان انت شغال ايه؟ يبقى عمرك ما هتوصل لنهايه البرنامج. يعني عمرك ما هتقفل الويندو اللي عندك. يبقى ساعتها تعمل ايه؟ ساعتها ما عندكش الحل واحد انت تقول كنترول والت ديليت وتعمل اند تاسك للويندو. يعني تخرج من بره وتقفله غصب عنك، تعمله فورس ماشي فورس او يسموها في اللينكس كيل كيل البروسيس نفسها. يعني ايه وتقفل البروجرام ايه غصب عنك. ومعظم برامج الراوترز بالذات في الراوترز وفي النتوركس اصلا بيبقى شغال كده. لان هل الراوتر بتقفله؟ هل البروجرام بتاع الراوتر بتقفله؟ لا ما تقفلوش. اوكي فساعات بيسيبوه يشغل انفاينايت ما يقفلش. لو هاتنك ايه يكل البروسيس ويعمل ريستارت للبروسيس ايه كمان مره. البروسيس اللي هو الايه البروجرام نفسه. اوكي طب ده بالنسبه لمين؟ للفور. طب بالنسبه للوايل نفس الكلام. ما تعملش حاجه، ارجع اسال كمان مره. طالما
سالب 12 ما تعملش حاجه. يبقى دي الفكره. الايرور اللي انا بكتبه ده لازم قلنا عليه ايه؟ لوجيك ايرور. يعني ايه لوجيك ايرور؟ طب هي ايه انواع الايرور في الاول؟ سينتكس ايرور ولوجيك ايرور. سينتكس ايرور هو الايرور اللي يكشفه مين؟ كومبايلر. يعني غلطه كتبت مثلا واي اول حرف كابيتال، كتبت مثلا كتبت كلمه غلط، كتبت امر غلط، ساعتها الكومبايلر يقول لك انا ما اعرفوش صح. لكن لو اللوجيك ايرور هي غلطه في الفكره لكن مش في اللغه، يعني انت كاتب كل حاجه صح لكن ما تديكش معلومه، كانك انت ايه بتقول كل كلمه صح لكن ما بتكونش جمله مفيده صح ولا غلط. بس دي الايرور ده ما يقدرش يكتشفه ايه الكومبايلر اصلا، فلازم تعمله تريسنج وايه عشان تعرف ايه نوع الايرور. دي بالنسبه لمين؟ للايه؟ للواي فاي. دي على ايه؟ على الموبايل. Oh,